كتعانو من تجاعيد كتعانوا من تسبغات من السواد اليوم جبت لكم واحد الحل ولا اروع يا البنات غتجربوه هذا قبطله في علاج تجاعيد كاهم حاجه واخا يكون عمرك حتى السبعين غادي تعمليها ان شاء الله في الليل قبل النوم والغد ليه او في النهار التالي او الموالي شوفي لي النتيجه بالاعين ديالك وصفه سحريه بكل ما في الكلمه من معنى غادي تقهر لك دوك التجاعيد تزولهم لك تشد لك البشره الوجه ديالك وتبيضها لك وتعالج لك السواد والتسبغات فنتمنى تعجبك نتمنى تنال ديالك نتمنى انك تجربيها في القريب العاجل ترجعي نفس الفيديو تقول في لي كومونتير كوم كو انك جربتيها وهالنتائج اللي عطاتك باش تزيدي تفرحيني وتشجعيني اكثر على المزيد من الاشياء الايجابيه وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوني وكيزوروني شنو تتسناو اشتركوا حبيباتي في القناه فعلوا زر الجرس خليو لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم استفساراتكم والاسئله ديالكم وكل ما كيتعلق بكم خليوه ليا في لي كومونتير باش حتى انايا اي وصفه عجبتني آه، نقيدها عندي في الاجنده ديالي ونجربها واكيد الا عجبتني النتائج راني غادي نجي نبارطاجيهم معكم في القناه باش ان شاء الله تعم الفائده للجميع يا رب بسم الله على بركة الله غنمشيو باش نتعرفو على مكونات هاد الوصفة السحرية وطريقة استخدامها واستعمالها فكما لاحظتوا في الصوره المصغره عندنا مكونين رئيسيين اللي هما العسل والحامض يعني هاد المكونين ديال العسل والناس اللي تقول لي انا عسل استخدمتي في هاد الوصفه انا هنا عندي هاد العسل هذا هو حر خالص 100% المهم مهم لما عندكش هاد النوعيه ولا هاد الماركه خدي اي ماركه عندك انا ماشي كندير الاشهار اولا شي حاجه العسل خديتو يعني من فلوسي الخاصه كما تنقولوا حنا وكنبقى نعملو في عده وصفات طبيعيه داكشي علاش بارطاجيتو معكم واي عسل عندك واخا يكون غير ديال 5 دراهم استعمليه الا ما عندكش العسل الحر وما عندكش العسل الطبيعي خدي غي العسل العادي معلقه ولا جوج ماشي مشكل هو اكيد مشرات الوجه كيتوتى مع العسل الحر اكثر من العسل ديال ولكن الا توفرش عندك فما عندك ما والحامض باش تفتحي وتبيدي ليا داكشي علاش قلت لك في الليل ما في النهار من الاحسن خصوصا الناس اللي كيتعرضوا لاشعه الشمس بزاف اللي كيخرجوا بزاف فباش نتفاداو داك المشكل حاولوا دائما تستخدموا الحامض والزيوت حتى هما في الليل ماشي في الصباح بالنسبه للمكونات الثانويه اللي غادي تحتاجوا معايا ان شاء الله غتحتاجي معايا النيله الزرقاء يا, يا البنات النيله وما أدرى ما النيله الناس اللي غتكتب لي في فين غنلقاو هاد النيله ولا هاد المكون اللي هدرتي عليه البنات آه سمعوني مزيان يعني النيله الزرقاء الناس اللي ما عرفوهاش يخليو لي في كومونتير آه شنو المكون اللي اللون ديالو بالازرق وانا غنخلي لك التعليق الجواب آه يعني نجاوبك على تعليقك في لي كومونتير يخلي لي تعليقك مرحبا بك وما تنسينيش من اللايكات فكما قلت لك غتحتاجي معايا النيله الزرقاء هاد النيله هادي غتاخديها من عند اقرب عطار ولا من عند اقرب عشاب قولي لي النيله الزرقاء واحد درهم اولا جوج دراهم يعطيك منها كميه قليله غتكون حجره يعني بحال بحال الشبه جيبيها وطحنيها هاد النيله البنات راه كيستخدموها الصحراويات بزاف وكيستخدموها يعني الناس بصفه عامه بشكل كثير كثير يعني النساء ولا مدمنين عليها هاد الفتره هادي كتعمل الجسم كتعمل الوجه يعني سحريه بامتياز كتعالج تجاعيد قاهره لهم وايضا كتبيض وكتفتح سواء عندك تسبغات سواءاً سواء عندك نمشو كلف واخا يكون عندك عشرين عام كتزولولك فغتحتاجي معايا ان شاء الله النيلة الزرقاء وغادي تحتاجي معايا ان شاء الله الى زرعة الكتان زرعة الكتان معروف مع عليها انها كتقهر حتى هي التجاعيد وكتبيض وكتفتح وكتنفخ لك الخدود ديالك طبيعيا اكيد وكتصفي لك داك بشرة الوجه ديالك من الحبوب من البقع من جميع المشاكل اللي عندك فغتحتاجي معايا زريعة الكتان وغتحتاجي معايا هنا واحد صفار بيضة غير صفار ديال البيض فقط انا هنا خديت غير صفار ديال البيض كما كتشوفوا وغتحتاجي معايا ان شاء الله اليوغورت او الزبادي بدون نكهه وبدون سكر اي اليوغورت الطبيعي وغتحتاجي معايا واحد المعلقه ديال الحليب المجفف اولا الحليب نيدو باش تبيضي لي بشره الوجه ديالك خصوصا اللي عندك هكذا يا السواد كما قلنا وعندك في نفس الوقت تجاعيد وفي نفس الوقت تسبغات او نمشوكلف فاكيد ضروري ما تتعالجي هاد, هاد المشاكل هادو فهادو هما المكونات كاملين مكملين الحمد لله مكونات بساط 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 للغايه ودابا غادي ندوز معكم لطريقة التحضير بسم الله على بركة الله طريقة التحضير بسيطة فغادي تاخدي معايا هاد بيضه من بعد غادي تاخدي معايا معلقه ديال زريعه الكتان حتى لجوج تخلطي معاهم داك بيضه هاد الوصفه هادي البنات حاولوا تطبقوها على البشره ديال الجدوات ديالكم لانه يعني اكيد الجدوات ديالنا كاملين كنعرفوهم تيعانو من التجاعيد ولكن التجاعيد كتكون اكيد بنسبه حاده بزاف فهاد الوصفه غتزول لك حتى دوك التجاعيد اللي غيكونوا عندك بنسبه حاده فدابا غادي نضيف عفوا هاد النيله الزرقاء هانتوما البنات ضفت النيلة الزرقاء مني ضفتها اللون ديال الوصفة تغير ولا باللون الأزرق كيما لاحظتو كتبو لينا البنات آراءكم وتجاربكم مع هاد النيلة هادي إلا كنتو نتوما ديجا مجربينها خليو لينا في الآراء ديالكم عليها باش هكدا نستافدو من بعضنا البعض إن شاء الله دابا غادي نضيف معكم الحليب المجفف هنا غنستخدم مقدار ملعقة مملوءة من الحليب المجفف أنا من العشاق ديالو كيعجبني بزاف# بزاف ندخلو في الوصفات الطبيعية لأنه كيفتح كيبيض وكيوحد اللون وكيساعد على علاج التجاعيد أكيد دابا غادي نضيف عصير نص حامضة اذا عندك حساسيه خذي ملعقه ماء ورد عوض عصير الحامض بزاف النساء كيكتبوا لي هذه المساله في التعاليق فالناس اللي عندهم حساسيه من الليمون او عصير الحامض ياخذوا ملعقه من ماء ورد عوض عصير الليمون او عصير الحامض هنا غناخذ ملعقه من اليوغورت او ملعقه من الزبادي اخر حاجه غد نضيفها ان شاء الله هي العسل ولكن حتى غنضيف كميه ديال زرعه الكتان لانه الوصفه بعد ما ضفت اليوغورت ولات سائله وانا اكيد الوصفه بيتها تكون بقوام عاقد كيبقى اللون ديال الوصفه باللون الازرق لاننا يعني استخدمنا كما قلنا النيله الزرقاء دابا غادي نضيفوا ان شاء الله واحد هكذا معلقه ديال العسل بسم الله ممكن تاخذي غير نصف ملعقه الا بغيتي دائما الكميه تبقى اختياريه انا غنكتفي غير بهذه الكميه تقريبا ضفت غير نصف ملعقه وغادي نخلطوا الوصفه مزيان وهي صبحت جاهزه الان ما عليك الا تطبقيها على بشره الوجه ديالك انا اكيد غنطبقها معكم على اليد ديالي لانه يعني بزاف الناس كيقولوا لي طبقيها لينا على الاقل غير على اليد ديالك باش نشوفوا غير الشكل ديال الوصفه اكيد حبيباتي على الراس والعين اي حاجه تحبوها واي حاجه تبغيوها فمرحبا بكم كاملين وكاملات فبسم الله انتوما هذا هو الشكل ديال الوصفه كتطبقيها على بشره الوجه ديالك وتخليها حتى تنشف تقريبا واحد عشرين دقيقه ولا خمستاشر دقيقه وغسلي لي بشره الوجه ديالك وشوفي لي النتيجه كما قلت لك يكون عمرك حتى سبعين وحتى ثمانين ان شاء الله فغادي تعالجي لي دوك التجاعيد لي ديما مبرزطينك وديما ما كتخلي ما تستخدمي هكذا كريمات يقدر الثمن ديال دوك الكريمات يكون يعني غالي وفي الاخير ما كاينه حتى شي نتيجه وهاد الوصفه هادي غير باقل المكونات وباقل مجهود وباقل تكلفه غادي تطبقيها ان شاء الله ويجيب الله تيسير فهانتوما هادي هي الوصفه فنتمنى انه الفيديو ديال اليوم نال الرضا ديالكم ونال الاعجاب ديالكم فحبيباتي بليز بليز جربوها في القريب العاجل رجعوا لنفس الفيديو وقول لي في التعليق انكم جربتوها وهالنتائج اللي عطاتكم باش هكدا تزيد نفرح أكتر واكثر وشكرا لكم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وعلى جميع الفيديوهات الموجوده في القناه ونلقاكم في فيديو مقبل ان شاء الله السلام عليكم